Mm 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 ما شاء الله تبارك الله انا ما اوصيكم على امهاتكم تو الحين قاعدين نتكلم على الام وعلى اهميه الام وعلى ان كيف نسمع للام ونحافظ على يعني اخلاقنا مع الام وحتى ما شاء الله على كثر القصص اللي قال لنا الشيخ فيها الدكتور فممكن يعني اذا عندك قصه عن الام بعد حلو صراحه عن حنان الام جميل عشان نفهم كلنا الام ايش كثر تحب ولدها ايش كثر تضحي عشانه شلون لازم نعاملها شلون نحترمها ومهما سوينا ما نقدر نرد لها الجميل وهنا نتذكر قصة لامرأتين كانتا تسيران في الصحراء وكل واحدة منهم شايلة ولدها فغفلوا عن عيالهم عيالهم في نفس السن طفلان رضيعان، كل واحدة عندها ولد رضيع شايلته في حضنها. فقعدوا يسولفون وحطوهم احذاهم. فجاء الذئب وخطف ولد واحد منهم من الثنتين. فاختصموا الثنتين في هذا الولد، ولد هذه ولا ولد هذه. واحدة منهم كانت صادقة ان صاد هذا ولدها، وواحدة كانت تكذب. بس تبي تستحوذ على الولد لأنه فقدت ولدها. فقالوا عند من نروح نختصم؟ يعني انتشاك عند من؟ فقالوا نروح عند النبي داود عليه السلام فلما جوا عند داود عليه السلام كل واحدة منهم تقول هذا الولد ولدي فقال حق كل واحدة تكلمي عن ولدك هذا فواحدة منهم اللي هي كانت تكذب ألحن من الثانية في الحجة يعني تقنع بالكلام أكثر واللي يسمعها يقتنع ويصدقها أن هذا ولدها مش ولد الثاني الثاني ما تعرف تتكلم وتعبر صح لكنها كانت تبكي فحكم داود عليه السلام بالولد لمن؟ اللي كانت تكلم وتاكد ان ولدها وقاعده تقنع داود عليه السلام ان ولدها فاقتنع بكلامها واعطاها الولد لشده حرصها وهم طالعين من عند داود عليه السلام واجههم من ابنه سليمان عليه السلام النبي سليمان وقد آتاه الله إيش العلم والحكمة والحجة والفطنة فقال ما شأنكما يعني شو السالفة فقالوا له القصة مرة ثانية أن احنا كنا نمشي وجدي وخذ ولد هذه والثانيه تقول لا ولد هذه كل تقول خذ ولد الثانيه عشان تستحوذ على ايش؟ الولد ففكر سليمان عليه السلام قليلا وقال ان هذه القضيه لا يحكمها العقل وانما يحكمها العاطفه لان عاطفه الام الحقيقيه تبين ف سليمان عليه السلام امر باحضار منشار وقال بقص الولد هذا الرضيع نصين وبعطيك الوحده نص كذا خلاص قسمتها بينكم فاللي مش ولدها اللي كانت شايلتها في حضنها قالت خذ الولد وقصه نصين، أعطني نصي وعطها نصه. هني انقذت الام اللي هي امها الحقيقيه وبكت وقالت هو ولدها هو ولدها أعطها اياه، يعني عطها الولد بس ايش؟ ما يموت ولا تخسر ولدها ولا ايش؟ تفقده بالمره. يعني ضحت بولدها انه يكون في يربى عند غيرها بس ايش؟ ما يموت. وهذا دليل على ايش؟ على حبها الحقيقي لولدها وان هي اللي صادجه والثانيه ايش؟ تكذب فحكم سليمان عليه السلام بالولد لمن؟ لامه الحقيقيه وقال خذي ولدك لانه عرف ان هذه امه الحقيقيه من العاطفه مش من العقل الحين مثلا لو سالتكم داوود عليه السلام ليش حكم بالولد حق المراه اللي تكذب؟ من بيجاوب فيكم؟ تفضلي بها لأن المرأة الأولى حجتها أقوى جميل إذا لأن داود عليه السلام لما سألهم شاف المرأة الأولى تجاوب صح وقدرت تقنعه أن هذا ولدها فكانت ألحن في الحجة بعد كذا احنا شفنا في القصة أن سليمان عليه السلام اكتشف الأم الحقيقية شلون اكتشف الأم الحقيقية وحكم بالولد لأمه اللي هي أمه الحقيقية من يقول لنا تفضلي به امه خافت على الولد من الموت وخلت الولد حق الام الثانيه. يعني ان الام رضت ان ولدها يكون لغيرها ويتربى في حضن غيرها بس عشان ما تفقده ولا يموت. معناته هي تحب حب حقيقي وخايفه على ولدها، الثاني عندها عادي إن يقصها نصين. وبهذا اكتشف سليمان عليه السلام الام الحقيقيه وقال خذي ولدك. هنا شنستفيد نستفيد من هالقصه؟ نستفيد اولا ان الام الحقيقيه تضحي باي شيء من اجل حياه ولدها، مثل الام اللي في القصه ضحت وانه تربى في بطن عند ام ثانيه بس ما يموت هذا الولد. الله سبحانه وتعالى هنا يذكرنا جميعا بقدر الام وقيمه الام وشلون نعامل الام وشلون عانت الام. الله يقول: ووصينا الانسان بوالديه احسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فلها عظيم الأجر عند رب العالمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك ثم من قال أمك قال ثم من في الثالثة قال أمك ثم قال ثم من في الرابعة قال أبوك إذا التمايز عندنا أو النسبة بين الأم والأب كم واحد إلى كم ثلاثة هذا عشان الله يبين لكم قيمة الأم ومعاناتها وتعبها في الحمل إلى آخره يعني الحين لو سألناك يا عبد الله كثر تحب أمك أحبها وايد ليش تحبها وايد أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم <applause> أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبك يا سلام جزاك الله خير وهنا أتذكر أبيات جميلة الشاعر يقول أمي يا حبا أهواه يا قلبا أعشق دنياه يا شمسا تشرق في أفقي يا وردا في العمر شداه أماه أحبك يا عمري يا مهجة قلبي ومناه ضميني واسقيني حبا ودعيني احلم اماه. هنا تعرفون قيمة الأم وما راح تعرفون قيمة الأم إلا لما يجيكم عيال بتعرفون كثر أمكم كانت تحبكم وأبوكم فالله الله في ابائكم وأمهاتكم وإلى لقاء آخر نترككم في حفظ الله ورعايته. <applause> mm <im> mm